أبدأ معك أستاذ عمر، رغم النتائج الرائعة التي حققها حزب العمال البريطاني إلا أنه مني بانتكاسات كبيرة في الدوائر التي يسكنها عدد كبير من المسلمين، وهو ما فسر بموقف الحزب المؤيد لحرب إسرائيل على قطاع غزة. هل هذه النتائج في تلك الدوائر كانت مفاجئة بالنسبة لكم؟ بداية تحياتي لك وتحياتي للضيف الكريمة وكذلك المشاهدين. أولا لابد من إيضاح الصورة بعض الشيء عن الانتخابات أو عن خسارة حزب العمال لبعض الدوائر في شمال إنجلترا. يعني لو نظرنا للثقل العربي والإسلامي في هذه الدوائر فهو يعتبر نسبة يعني لا بأس بها في عدد الناخبين، وهذا هو ما أثر على نتيجة الانتخابات في بعض الدوائر لم يفوز فيها حزب العمال، ولكن فاز فيها المستقلين. أولا موقف الحزب واضح، في هناك استرايك. قبل أن نتكلم عن موقف الحزب لابد من إيضاح صورة أخرى وهي مهمة جدا. في ثوابت في السياسة البريطانية بصرف النظر عن لون أو طيف الحزبي للحاكم. فإذا رحل المحافظين وجاءت حكومة عمال، وأنا أتكلم هنا على أساس أن أنا يعني عضو، أنا لدي رأي شخصي وهناك ما يثبت هذا كذلك. هناك ثوابت في السياسة البريطانية عامة تجاه إسرائيل، هذه لا تتغير بتغيير الأحزاب مطلقا. سيظل تأييد إسرائيل، تأييد البريطانيين للحكومة البريطانية لإسرائيل كما هو لن يتغير. يعني الأحزاب تتنافس في مستوى التأييد، يعني من يؤيد إسرائيل أكثر، أليس كذلك؟ التعامل مع المشكلة بيختلف من حزب لآخر، لكن يعني وجدنا أن سياسة المحافظين نفسها أعلنوها أن إسرائيل لها الحق عن الدفاع عن نفسها. وكذلك في حزب العمال هناك أصوات كثيرة داخل الحزب، منهم كثير منهم استقالوا في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة من حزب العمال، يعني تقدموا في الانتخابات المحلية الماضية ونجحوا فعلا، وخسر حزب المحافظين بعض.